هنا. المهم تم ايقاف المسيره. عندنا في المسيره ما عرفناش علاش وقفوها وكيفاش. حنا من اللجنه المنظمه ما جانا حتى شي اقتراح، ما جانا حتى شي حاجه علاش توقف المسيره. وقفت الضرب الثانيه تعلمت على الوقوف ديالها، مع اننا كنا كنطالبوا باكمال المسيره. يعني الا كنا باغيين نبدلوا الدستور، وكان باغي بقوه احتجاجيه باغي تبدل الدستور، ما قدرتش توصل تكمل المسيره ديالها. كيفاش غتبدل الدستور؟ مسيره ما قدرتش تكملها، كيفاش غتبدل الدستور؟ يعني انا كنقول انهم يستاهلوا الخطاب ويستاهلوا الدستور اللي كاين دابا. كانت مواجهه، كانت غتكون مواجهه جلال، كانت غتكون مواجهه، كان غيدخل المخزن وكان غيفك المواجهه. فتازة انا كنت مع اتصال فتازة، طرا لهم نفس المشكل، داروا لهم بلطاجيه ملي شافوهم مصممين يكملوا المسيره، حيدوا لهم البلطاجيه وخلاهم يدوزوا. هذوك راه جابوهم المخزن، لانهم تحدي هادو جايبين المخزن يحيدوهم لك الطريق. الا وصلتي عندهم جايبينهم، كنحمل المسؤوليه، خرجينهم من المقاطعه، كنحمل المسؤوليه، كنحمل المسؤوليه للناس اللي وقفات المسيره اليوم نهار 19 يونيو 2011، ونفس العمليه تمات نهار 20 مارس 2011، وهاد الناس غادي نحاسبهم ان شاء الله واحد واحد واحد.